برايم تايم حتى العشرة متاع صباح، والحدث في تونس وفي العالم. زاد الانتخابات الرئاسية 2019 السابقة لأوانها مصباح، وحنا نحكيه على الانتخابات الرئاسية، على النسب، على المراحل اللي عاشتهم تونس البارح لحد 15 سبتمبر 2019. تحية كبيرة زادة إلى الأمن والجيش الوطني اللي أمنوا الدور الأول للرئاسية ونجحوا في تأمين الانتخابات مع أرقام كبيرة، ما بين أكثر من 100,000 بين أمن وجيش، دونك أمنوا الانتخابات، 70,000 عون أمن، منهم 50,000 عون لتأمين العملية الانتخابية، و 32,000 عسكري بطبيعة أمنوا الانتخابات في الدور الأول. فما ميساجات توا العبيد اللي قاعدين يتفرجوا فينا ديجا على الباش فيسبوك راديو تونسي، ميساجات خليهم الجيش التونسي على اللوحات اللي موجودين في القاعات متاع مراكز الاختراع اللي هي قاعات متاع المدرسة. دونك كتبوا مثلا الأحد 15 سبتمبر 2019، عودة ميمونة إن شاء الله، موسم مدرسي موفق لكل الطاقم التربوي، وتحية كبار لكل الإطارات التربوية. مساج آخر زاد، تحية إلى كافة الإطار التربوي، ودمتم فخرا وقدوة لأجيالنا في التربية والتعليم. الجيش التونسي يقوم الوطن على كاهل ثلاثة: فلاح يغذيه، جندي يحميه، ومعلم يربيه. الجيش التونسي الأكاديمية العسكرية. دونك هذوما ميساجات زادة. فما حلوة وبشكوت وخليهم زادة فوق الطاولة، مكتوب عليهم من رجال تونس لأشبال تونس 15/9/2019. ميساجات يظهر لي معبرة برشا. معاذة، شوف، هذاك الشعب التونسي، هذاك الشعب التونسي اللي فهم روح، مش سياسيين اللي مش فاهمين الشعب التونسي. الجيش التونسي هو مدرسة، والأمن التونسي هو مدرسة، مدرسة في حب الوطن، مدرسة في التفاني، في الدفاع عن الوطن. هذا ما نصورش أكثر من المؤسسات هذه من الأمنية والعسكرية، عطاوا شهداء، فما حاجة أخرى عطاوا شهداء أكثر لتونس. معناتها الجنود، معناتها الرتب البسيطة، هذوك مولاد الشعب، هذوك مولاد الشعب. ما تلقاش في العائلات التوانسة، ما فماش واحد مش ولد عمه بوليس، ولا مش ولد عمه ولا ولد خاله ولا اخوه ولا حتى ولد حومته في الجيش، ولا معناتها كل حومه، كل عائله لازم تلقى فيها شكون في الامن ولا شكون في العسكر. هذيك تركيبه الشعب التونسي، وهذوكم منا والينا، خلينا نقول هذوكم اللي معنا اللي يحسوا بينا، وهذوكم اللي يحسوا على التراب البلاد هذه، وهذوكم يحميوا فينا ويحميوا في حدودنا، وهذوكم اللي باش يقعد ديما الاحساس نتاعهم وديما التصرف نتاعهم. تعرف اليوم ما ينتخبوش، لكن هم يخموا في اشبال تونس، يخموا في الاجيال الجايه، وما زلت معناتها جزء كبير من المؤسسه العسكريه، وجزء كبير اذا كان ما نقولوش كله زاد في المؤسسه الامنيه، فما المخ نظيف وفما التفكير لمصلحه البلاد. سورتو انه غدوه رونتري سكولير، دونك باهي برشا انه يدخلوا كصغيرات، يدخلوا المعلمين، يدخلوا كيفاش يلقاو كل الميساجات هذوك مكتوبين على السبوره. اليوم حتى كل الميساجات انه العلاقه الطيبه اللي نحبوها وكما كبرنا عليها ما بين التلميذ والمعلم نتاعه. شوف، خاصة بعد الثورة ماذا بينا الدور المعلم والأستاذ، وحتى الأستاذ الجامعي يرجع كما كان قبل. في الحقيقة نجم نقول شكون منه ما يذكرش المعلم، شكون منا ما يذكرش الأستاذ نتاعه، ذكرهم الكل، ونحييهم بالمناسبة الكل، معناتها وطبيعة وجميلهم فوق راسي من فوق. الناس كل اللي قراتني من السنة الأولى حتى يكشي للآخر عام في الجامعة، نحييهم الكل ونسلم عليهم الكل، إن شاء الله يكونوا فيهم شكون اللي يسمع. لكن من بعد الثورة في الحقيقة المستوى تهز، المعلم معناتها مكانته تهزت، معناتها بتعرف الخوضة والفوضى، وكما قال اسمه بتاع الخارجية وقتها عربدت الضوضاء وكل، معناتها القدر نقص باش ما نقولش طاح بتاع المعلم. ماذا بينا ترجع الهيبة متاعه، ترجع الثقة في نفسه، وزاد فما الأساتذة والمعلمين الجدد ماذا بينا يحسنوا من نيفو متاعهم شوية، خاطر راهو تلامذة بتليفوناتهم راهو قاعدين يدوروا في العالم قبل ما يجيوك للكلاس. تطور من روحك، حضر درسك انت كمعلم وكأستاذ، هذا ما تلعبيش فيهم كل شيء، راهم التلامذة متاع تورهم صعب برشا. وشوف نتائج متاع الانتخابات هذه، راهي الشباب هذم معناتها الجينيراسيون هذه الصغيرة يلزمنا نفهموهم، خاطر هما سابقينا بعصور، راهم صغار متاع تو
راهو سابقين، راهو صور انت اسامه عمرك قبل كنت تمشي تعمل ساعه انترنت في الجامعه ولا غاديش في البيبلنت هكا ولا تو الانترنت في دي كل يوم. معناتها اسم معناتها نسبة تطور الذكاء نتاع الصغار قداش ماشي، معناتها التي جي في راهو شيء سرعة كبيرة برشا. فما حتى ليزوتي نتاع الانترنت ولا الانفورماتيك معناتها اللي خليناهم في الجامعة عند نجم هو الكور اللي بالضبط الكور اللي باش يعطيه المعلم والاستاذ راهو التلميذ راهو حط يوتيوب ولا حط أي حاجة راهو قاها ولا قا حاجة تشبه له، معناتها ماذا بينا العلاقة نتاعهم بين المعلم وإلى الأستاذ تتطور ترجع العلاقة الحميمية نتاع بو ولده. خلينا قبل الأساتذة ما نحسهمش أساتذة نتاعنا، نحسهم أقرب إلى منزلة الوالدين، معناتها كانوا حنان وكانوا يغزوا التلميذ عبارة على ولده. معناتها يزينا تو من داخل تقول يدخل الأستاذ عبارة حالي التلفزة يقعد يتحدث ساعة ومن بعد تضرب السنانية يسكر التلفزة ويخرج. معناتها الأساتذة الآلات هذم معناتها ماذا بينا يتطوروا وماذا بينا الوزارة زادة تقوم باللي فورماسيون اللازمة والدور البيداغوجي نتاعها باش تحسن من مستوى خاصة المعلمين وخاصة الأساتذة بالطبيعة. هذا من سبب سد الشغورات الكبيرة خاصة على مستوى المدارس. واضح. نمشيو تو سويت الميساج انفوي.